بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هوريكوا اشتريت ايه من امازون او من اي موقع بتتعاملوا معاه يعني عادي. ده قلم حفر على الازاز، المفروض ان هو بتاع الضوافر، بتاع الكارفينج انجرافينج، رخيص تقريبا ب50 درهم اماراتي. واشتريت الدبل وول جلاس، ده ازاز مزدوج يعني جدارين او زجاجين في بعض، كوبايتين في بعض، ده ظريف يعني في المشروبات وكده، وكمان في الحفر شكله كويس. ف دي شكلها تقريبا برضو مش غالية، الاتنين ب25 درهم تقريبا. في هتلاقي نفس الموديل، الألوان مختلفة والأسعار كمان مختلفة، وبيجي معاها العلبة الصغيرة دي لأنها المفروض بتبقى للضوافر، يعني دي الإصدار ده أو النسخة دي نازلة للضوافر، فبتلاقي معاها حاجات صنفرة وتنعيم وحاجات مش هتنفعك قوي في الحفر على الزجاج. في نوع تاني أو في شركات تانية بيبيعوا نفس المنتج بس مع علبة كبيرة فيها سنون بقى رفيعة وحاجات تنفع للحفر يعني. ده شكل القلم، دي السرعات، ده الزرار ده اللي هو لوك عشان تفتح زي الشنيور أو زي ال بس بندوس على الزرار عشان يعمل لوك يقفل القفل ده، وبعدين نربطه كويس ونسيب ايدين. في انواع كمان منه ببطارية على طول، مش بس مش بطارية شحن، بطارية اللي هي حجارة قلم. طبعا ده مش كويس لانه مش قوي، تاني حاجة ما بيقعدش كتير يعني. دي السرعات بتاعته، طبعا هو المفروض يكون في زرار بيشغله يعني يشغله ويفصل، بس هو ما فيش فيه الكلام ده للأسف يعني. في زي ما قلنا قبل كده الحفرة على الإزاز، يا إما بتحط الورقة فيها التصميم جوه وتشتغل عليها، أو يا إما بترسم بقلم أسود وتحفر عليها على طول. فهنحفر الاسم ده إن شاء الله النهاردة. طبعا ثبت ايدك عشان ما تعملش اي خط غلط او حاجة، ونحفر الخطوط الخارجية الاول يعني كأنك بتعمل الكتابة، الخطين مع بعض، وبعدين تبقى تظلل اللي جوه او تسيبه زي ما انت عايز.
ده كده البداية. طبعا مش هطول عليكم في الفيديو عشان ما يبقاش الموضوع ممل يعني، بس هي نفس الفكرة كده. عايز تملى الموضوع كله، تملى الخط كله بنفس الصنفرة دي، ماشي الحال. عايز تخليها بس خطين مزدوج كده وخلاص، ماشي الحال. عايز تخلي فيه نقط بس تأثير، أي حاجة، خطوط تأشير زي ما انت عايز. تاني حاجة، لما يكون الإزاز خفيف زي كده، لو هتشتغل على نفس الكوباية دي لأنها بتبقى خفيفة، أو أي إزاز تاني يكون خفيف، ما تتقلش إيدك قوي لأن ممكن تشرخ معاك لو الإزاز مش نوع مش كويس أو حاجة. في آخر الفيديو هحط لكم الصورة لما أخلص الحفر، هوريكم شكلها عامل إزاي. دلوقتي خلصنا الحفر، انا عملت من جوه يعني زي تهشير، مش مليها قوي يعني، حسيتها كده خفيفه اكتر او مديها تأثير كويس. كده شكلها. تقدر تحفر بالقلم ده على الزجاج طبعا، ممكن حتى تعمله زي مشروع يعني. انت لو عملت بس اسماء على الكوبايات او رسم مثلا وردة او حاجات حسب تصميمات بالطلب يعني، الموضوع كويس مربح يعني. تاني حاجة، ممكن تحفر على خشب، على حجارة، على عظم مثلا، على معادن يعني، ممكن على دبلة، على بس لازم تكون ايدك كويسة، وكمان السن بتاع المعادن بيكون حاجة كويسة يعني، بيكون حاجة غالي شوية، مش الرخيص ده مش هياكل في المعادن يعني. بس واتمنى يكون الفيديو مفيد او استفدتوا منه حاجة، او حد يقدر يفتح مشروع او يعمل مشروع من خلاله يكسب من وراه. السلام عليكم.